السلام عليكم، وياكم عبد العظيم كمكار، اخصائي علاج طبيعي من مركز الدكتور كمكار للطب والعلاج الطبيعي. اذا كانت عندك تمزق في الرباط الصليبي وناوي تسوي عمليه ترميم الرباط، استشير اخصائي علاج طبيعي وسوي برنامج تقويات وتاهيل قبل العمليه. هالشيء بيساعد في التاهيل ما بعد العمليه وبيسرع العمليه هذه بصوره افضل. Balsam for health promotion.